النظام الغذائي الاسبوع الخامس من ريجيم 10 اسابيع. رح ناخذ على الفطور قطعتين سيجاره بريك بالجبنه او باللحم مع 5 ترانشات خيار او 4 ترانشات خيار. على الفطور ما رح ناخذ ولا مشروب ولا رح ناخذ شيء بعد الفطور، لا فواكه ولا شيء، لان رح يكون معنا الغداء تقيل طبعا. ورح ناخذ على الغداء نص سمنة همبرجر مع قطعه لحم وزن 100 جرام دهنه خفيفه مع شريحه جبنه شيره. هاي الوجبة كافية للغداء بدون مرافقات أو مقبلات أو سلطة. راح ناخذ على العشاء سلطة خس مع جزر مع عصرة ليمون. طبعا هاي السلطة خفيفة كتير على العشاء بما انه الغداء كان لحم وكان فيه سعرات حرارية كتير. هذا النظام الغذائي للأسبوع الخامس من ريجيم 10 أسابيع.